هنتكلم في الفيديو ده عن كيفية اختيار أدوات المائدة الآمنة. سلامة الغذاء بتتأثر بكتير من العوامل اللي من بينها نوعية الأسطح الملامسة للطعام والشراب زي أسطح الأطباق والكوبايات، وإحنا دلوقتي هنتكلم باختصار مع حضراتكم عن كل أنواعهم واللي بتشوفوهم في الأسواق، وهنقدم أهم المعلومات عن كل نوع. أول نوع هنتكلم عنه هو الأطباق الصيني والزجاج والأركوبال. الأطباق الصيني والزجاج والأركوبال الحقيقة كلها أنواع صحية وأمنة ولا تتفاعل مع الأغذية، تحتويش على أي معادن يمكن أن تتفاعل مع الطعام، كما إنها ما بتغيرش ريحة الطعام وسهلة التنظيف، لكن يعاب عليها إنها سهلة الكسر. ويفضل دايماً لما نيجي نستعمل الأطباق دي إن إحنا نختار الأطباق اللي ما عليهاش أي رسومات أو ألوان، لأن ممكن الألوان دي تبقى مش صحية وفيها معادن تقيلة زي الرصاص، وده طبعاً من المواد المضرة على صحة الإنسان. الأطباق والمعالق الخشبية بتتميز إنها صالحة للاستخدام بأمان، لأنها ما بتتفاعلش مع الطعام وما بتتأثرش بالحرارة. يعاب عليها إن يمكن تعلق بها رائحة الطعام فتؤثر على مذاق الطعام التالي، وإذا حدث بها تشققات هتعيش فيها ميكروبات. عشان كده يجب عدم استخدام الأطباق والمعالق الخشبية القديمة والمتهالكة، وبالتالي لازم نراعي عند الغسيل تجنب وضعها في الماء لفترات طويلة حتى ما تتشققش ويحصل فيها مشاكل للإنسان. وطالما اتكلمنا عن المعالق الخشبية يبقى مهم نتكلم على باقي أنواع المعالق والأطقم، وهنا بنقول إن المعالق والشوك والأطقم الستانلس اللي زي اللي قدامنا دي هي الأفضل في تناول الطعام والغرف من الحلل للأطباق، ما عدا العسل النحل اللي بنفضل نستخدم معاه المعلقة الخشب لأنها لا تتفاعل مع العسل. أما الأطقم السيليكون زي اللي قدام حضراتكم ده فهو الأنسب للغرف من حلل الجرانيت والسيراميك. أما المعالق والشوك البلاستيك فلا ينصح باستخدامها في تناول الأطعمة الساخنة. أما قوالب السيليكون زي اللي قدامنا دي بتتميز إنها أمنة ولا تشكل أي ضرر إذا تم استخدامها في درجة حرارة ما تزيدش عن 220 درجة مئوية، ويمكن استخدامها في الفرن وفي التلاجة، وبتسرع عملية خبز الكيكة بسبب رقة سمك القوالب دي. يعاب على قوالب الرخيصة إنها بتحتوي على سيليكون مخلوط مع بلاستيك، وده بيشكل مخاطر صحية. هنتكلم بقى على ورق الألومنيوم فويل والعبوات الألومنيوم فويل المرنة المستخدمة في الطبخ، وهي وسيلة سهلة لدخول مادة الألومنيوم الخطرة لجسم الإنسان. عشان كده ورق الألومنيوم غير مخصص لطبخ أو تسوية الأكل، ولكن لتغليفه مهم نفتكر إننا نخلي الطبقة اللامعة لتغليف الأطعمة الساخنة والطبقة الغير لامعة عشان الأغذية الباردة. ولازم ما ننساش إن الأكل اللي بيتلف في ألومنيوم فويل لفترات طويلة يعتبر غير صحي، لأن التلامس بين الألومنيوم والطعام يمكن أن يؤدي إلى هجرة بعض مكونات الغلاف الألومنيوم للطعام. وفي حالة تسوية الطعام جوه الفرن لازم نلفه الأول بورق زبدة قبل ما نلفه بورق الفويل. نتكلم بعد كده على الأطباق الميلامين والبلاستيك. بتتصنع أطباق الميلامين من مادة الفورمالدهايد ميلامين، لكن للأسف كتير من الأنواع اللي موجودة في السوق غير صحية لأنها مصنعة من مادة اليوريا فورمالدهايد، وهي مادة خطيرة على الصحة وضعتها منظمة الصحة العالمية ضمن المجموعة الأولى للمواد المسببة للسرطان. أما الأصباغ المستخدمة في تلوين الأطباق دي ذات تركيز عالي من المعادن الثقيلة زي الرصاص والكادميوم، كما إن الصور المطبوعة على الأطباق سواء الميلامين أو البلاستيك بتخرج منها مواد ضارة بتأثر على صحتنا عندما تلامس الطعام وخاصة الساخن. عموماً بتصلح الأطباق البلاستيك أو الميلامين المصنعة من خامات جيدة لحفظ الطعام، لكن يجب أن لا نضع بها طعام ساخن، كما يجب عدم وضع أي أطعمة دهنية في الأطباق البلاستيك، لأن الدهون لها القدرة على إذابة بعض مكونات البلاستيك السامة بالنسبة للإنسان، ويجب تجنب وضع أي أطعمة أو مشروبات ساخنة زي الفول اللي بنحطه في الأكياس زي دي أو الشاي اللي بنحطه في الأكواب البلاستيك اللي زي دي. وبالنسبة للسندوتشات لازم إن إحنا نلفها بالمناديل الورق قبل ما نحطها جوه كيس البلاستيك، واجب عدم وضع أي أطعمة في الأكياس البلاستيك السوداء اللي زي دي أو اللي ليها ريحة غير جيدة، نظرا لأنه بيتم خلطها أثناء تصنيعها ببلاستيك قديم معاد تدويره وربما ينتج عنه مواد غير صحية. أما الأطباق والأكواب الفوم
اللي الشبه ده بتتصنع من مادة اسمها البوليستيرين، وهي مادة من مشتقات البترول، ومن ممكن انها تتسرب للطعام والشراب خاصة المشروبات السخنة، وبتشكل مخاطر كبيرة على صحتنا، عشان كده يجب عدم استعمالها مع الأطعمة والمشروبات الساخنة. آخر حاجة هنتكلم عليها في الفيديو ده هي الأطباق الورق المقوى وأكواب الورق المقوى. الأكواب بتاعت الورق المقوى دايماً بنبطنها من جوه ببولي إيثيلين، وده من الممكن يكون ليه مخاطر صحية لما تحط فيها مشروبات ساخنة، ولازم لما نيجي نشتريها نراعي إن ما يكونش فيها ألوان من جوه، وكمان ما يكونش فيها صور أو رائحة غير مرغوب فيها. إحنا كده خلصنا الكلام عن كل الأنواع، وأنا عارف إن بعضكم عايز يسألني إيه الأنواع اللي أنا بنصح بيها. في الحقيقة أنتوا تقدروا دلوقتي تختاروا بنفسكم الأنواع اللي تناسبكم بعد ما عرفتوا كل المعلومات عن كل نوع، ولكن أهم حاجة ما تنسوش إن اختياراتكم لازم تكون صحية وأمنة عشان تحافظوا بيها على صحتكم وصحة أولادكم.